ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد عبد الوهاب القصاب من المركز العربي للأبحاث والدراسات من واشنطن. أهلا بك سيد عبد الوهاب. بداية، على الرغم من تصويت مجلس النواب على خروج القوات الأجنبية من البلاد، حيدر العبادي يصرح أن التحالف الدولي مستمر. كيف تنظر لتوقيت تصريحات العبادي ببقاء القوات الأجنبية؟ عليكم السلام، اولا تحياتي لك وللمستمعين. العبادي ملزم على ان يصرح ببقاء القوات الاجنبيه لانه هو جزء من، يعني عليه التزام. اتت هذه القوات الاجنبيه بناء على طلب من حكومته، وتغادر عندما تطلب حكومته، وهو واثق بان اذا ما غادرت هذه القوه سيتفاقم الوضع الامني مره اخرى. اما مجلس النواب فانت تعلم بان هنالك قوى تدفع باتجاه ما طلبوا لسببين، واحد منهم احراجا للحكومه، والسبب الثاني هو يعني تنفيذا لاجندات مجموعه من الميليشيات المسلحه التي اصبحت الان تعادي او تتظاهر بانها تعادي قوات الولايات المتحدة، رغم أن الولايات المتحدة هي التي فتحت المجال لهؤلاء لكي يتحكموا في العراق. الموضوع الثاني الذي من المهم الإشارة إليه بأن تعبير القوات الأجنبية تعبير فضفاض. بهذه النقطة تحديدا، كتل برلمانية هددت باتخاذ خطوات ضد العبادي إذا لم يجدول خروج القوات الأمريكية. برأيك إلى أي مدى تعتقد أن الضغوط السياسية يمكن أن تؤدي إلى إخراج القوات الأجنبية، أم أنها من باب الصراع الانتخابي؟ يعني كلنا نعلم بأن مجلس النواب يدخل في سبات كما يقال عندما تبدأ الحملة الانتخابية قريبا، والمجلس النواب هذا الحالي على وشك المغادرة. ولذلك فان انا اعتقد بان الموضوع لا يتعدى كونه مزايدات انتخابيه من جهه ومزايدات لتسجيل مواقف من جهه اخرى. العبادي هو جزء من واحده من التكتلات الموجوده في داخل مجلس النواب، والعبادي يتصرف بوجهين، وجه انتمائه الحزبي، والوجه الثاني هو كونه يمثل رئيس الحكومه. فعندما يتحدث مع الأمريكان مثلا، يتحدث كرئيس حكومة ويحاول أن يقنعهم بأنه رئيس حكومة كل العراقيين، وعندما يتحدث مرة أخرى لابسا أو مرتديا ثوبه الحزبي، يتحدث كما تتحدث كتلته الانتخابية. طيب، حكومة العبادي تبرر وجود القوات الأجنبية بمحاربة الإرهاب على الرغم من إعلان العبادي الانتصار على تنظيم الدولة. يعني كيف يمكن فهم تبرير حكومة العبادي في بغداد مع تصريحات رئيس الحكومة حيدر العبادي ببقاء أو وجوب بقاء القوات الأجنبية واستمرارها في العراق؟ يعني كلنا يعني أثرنا تحفظا عندما أعلن رئيس الوزراء في وقته أنه تم القضاء على الإرهاب. حقيقة تم القضاء على أو إخراج جميع الإرهابية من المدن، من مراكز المدن، محافظات. أما يعني الحل النهائي أنا أشعر بأنه يحتاج وقت كبير لتفكيك المجاميع المسلحة أو المجاميع الإرهابية المسلحة كما يطلق عليها من قبل يعني الطاب الحكومي. كان متعجلا فقط لكي يكسب مجموعة من النقاط على حساب منافسيه أو خصومه من نفس قبله أو من نفس انتمائه حقيقة السياسي والحزبي. أنا واثق كما قلت في مفتتح كلامي بأن إذا ما غادرت هذه القوات بناء على طلب من الحكومة العراقية فإن الموقف الأمني سيتفاقم مرة أخرى. المدن دمرت، المجاميع أخرجت بفعل سلاح الجو الذي يعني لم يترك حجرا على حجر. يعني هذا الكلام يؤكده النائب أرشد الصالحي، والذي يقول إن تنظيم الدولة لا يزال موجودا، وكذلك يرجع ذلك الأمر إلى الخلافات السياسية. يعني
الآن الرؤية بأنه حيدر العبادي خرج بتصريح مبكر لوقته لأوانه بالانتصار المزعوم كما يقول البعض، ما الهدف من هذه التصريحات؟ هل فعلا الموضوع عبارة عن خلافات سياسية أدت لبقاء تنظيم الدولة وعدم انتهائه بشكل كامل؟ أبدا، يعني طالما الوضع السياسي في العراق غير مستقر، طالما ليست هنالك شفافية، طالما أن هنالك قطاع واسع جدا يكاد يصل إلى 38 إلى 40% من الشعب العراقي مستهدف، يعني ليس هنالك أي إمكانية لتصور بأن الحالة في العراق يعني تتجه في اتجاه يعني السكون والهدوء والمصالحة. من المركز العربي للأبحاث والدراسات من واشنطن عبر الهاتف كان معنا السيد عبد الوهاب القصاب، شكرا جزيلا لك.